السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد كباكا من قناة كباكا تي في. محمد مارادونا، محمد رمضان يعني. المهم محمد رمضان ما بسألش عن بلد اللي بيتصور معايا، وتحية للشعب الفلسطيني. طبعا محمد رمضان اتصور مع المغني الفلسطيني هيدا، واتصور مع اللاعب الإسرائيلي هيدا، واتصور مع رجل الاعمال الاسرائيلي هيدا، وكان قاعد معهم كلهم في حفله في دبي، وكانوا شغالين اغاني اسرائيليه اللي هي ناني نا 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 ناني نا نا ناني نا نا. فمحمد رمضان طلع رد بوقاحه وقله ادب: انا ماليش دعوه، انا ما بسالش، انا بسال مين اللي بيصور معايا، وهو اصلا رايح وعارف ان الحفله فيها كده يعني. المهم محمد رمضان عامل ضجة وعامل قلق، وفي مقاطعة ضد محمد رمضان. ف لخرب بيتك انت، ايه اللي عملته ده؟ بس تش ده لايك شير سبسكرايب شير، كل خبر بيتعرف اول باول، واللي رايك في كومنتات تحت. سلام.